أخو ويس مربوط معاها من فترة، بتابع في الأخبار إنه على الأقل بتكليف من حمتي لقبائل بعينة بأنها يعني تمشي وتتصل بمجموعة من القبائل عشان يوحدوا نفسهم، وإنه بعدين الناس ينزلوا في الانتخابات في مظلة واحدة، وبالتحديد يعني خلف حمتي أو دعما لحمتي. وبيجي هذا اللقاء واحد من الأنشطة في هذا الاتجاه أو في للإيفاء بحقوق هذا التطلع. نعم. وهو أنا بفتكر ما كان صادق عندما قال إنه أنتوا اجتمعتوا براكم. كيف الكلام ده لكن ما هو قال الكلام؟ هو بيقوله طبعاً، بيقوله كلام كثير يا سعادتك، نفس الكلام اللي بيقوله الناس اللي بيكذبوا وبيسووا وبالآخر. هو دي السياسة بمناسبة السودان، واحدة من البلاوي الآن الموجودة في السودان اللي هي مجموعة المكونات السياسية الموجودة كلها تقريباً تمارس الكذب على بعضها بصورة غير عادية. وزي ما ذكرت قبل كده، كل الكلام اللي بيمارسوه وبيعملوه مصلحة السودان بتبقى آخر حاجة. فما عندي شك في أن هذه المسألة القوة وراها أو وراء حمتي. زعم القبائل عندهم شنو من الإمكانات عندما يجمعوا بهذا التجمع وبهذا الحشد بهذه القوة ويجمعوا يجوا في محل واحد وعشان يجوا يخاطبون حمتي؟ ليه ما يخاطبون جهة تانية؟ ليه حمتي؟ دي واحدة. المسألة الثانية هو المسألة الفضيحة قريبة يا سعادتك. أنتوا مفروض تعملوا كده وتسووا كده وتمشوا وتطلب الناس زينه بالأحزاب والبتاع والآخره. نعم. فدي تقريبا أنا بفتكر المشهد ده هو مشهد واحد من المشاهد المصنوعة والمخدومة لتحقيق هدف معين، واللي هو تحقيق تطلعات حمدتي. نجي بعد كده على الأقل ما تكلم فيه وطرحه في 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 لكن يا دكتور ما تحامل على الرجل؟ يعني هو ناس تجمعوا كان عندهم مواقف وطالبوا مطالبات، انت بتقول لا ده مصنوع وده كده وهو ما صادق في كلامه كده. مع كل الذي يجري يا سعادتك هو الآن في الساحة السياسية، في الساحة السياسية الآن يعني قليل جدا منه انه بياتي بعمل خالص. انا ما يعني ما شاعر بأنه في عمل من العمل التام كله في الساحة السياسية الآن كان بمبادرة خاصة، وبعد كده هذه المبادرة تم الاتصال بمجموعة من القوة واستجابت، غير المجهود المقدر جدا الذي يقوم به الرجل الاستراتيجي البروفيسور محمد حسين أبو صالح. دي تقريبا يمكن يكون الحتة الوحيدة اللي بفتكر إنها هي يعني ما خلف أي جهة، واللي هو كان كون بها حكماء السودان. نعم. والشخصيات الموجودة فيها فعلا بتمثل حكماء السودان، على الرغم من أنه هذه المجموعة في تقديري هي الجهة الوحيدة التي ليس خلفها دافع أو على الأقل تحريض من جهة معينة، لكنها ما تتخيل أخو ويس، أنا متابع تماما لكمية الهجوم الذي تعرضت له هذه المجموعة والتبخيس الذي يعني تعرض له المقترح والطرح الراغي جدا والذي بذل فيه يعني جهد فكري وجهد بحثي وجهد بتاع علماء بصورة غير عادية.